بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. مرحبا بكم طلبتي الأعزاء والأكارم أينما كنتم في هذه الحلقة مع الأستاذ بكر مبروك. في هذه الحلقة إن شاء الله راح نشوفوا درس جد جد مهم بالنسبة لطلبة البكالوريا في البناء اللغوي. ما تنسوش الاشتراك بالقناة، راح توصل المليون إن شاء الله في القريب العاجل، بالإضافة إلى الإعجاب بالفيديو حتى تعم الفائدة لزملائكم. وهيا بنا إلى درسنا في هذه الحلقة. الدرس راح يكون في البناء اللغوي حول إعراب ومعاني إذا. إذا هذه في الباك جماعة جيكم بثلاثة مراحل، وهذه اللي راح نتعرفوا عليها وهي جد جد مهمة. عذروني، اتصال. ألو؟ ألو الأستاذ مبروك. إيه مرحبا أستاذ عبد اللطيف. قناتك على اليوتيوب هي قريب توصل مليون. القناة قريب توصل مليون. إن شاء الله. ما كاش منها. روح شوف روح شوف. قار علي قار دقيقة. اعتذر دقيقة جماعة. قريب مليون يا جماعة، يسمى غير صبروا إن شاء الله فيها خير. راها قريب والله بكل حماس، وش نقول لك يعني. لحظة لحقت المليون وحتى واحد ما بارك لي، ما عدا المدير تاع صوليش الاستاذ عبد اللطيف يا خويا يحيى الرجال. الذي تتم بنعمته الصالحات، إني داع فأمنوا. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل ما حققه أخونا أبو بكر مبروك صدقة جارية وثقلا في موازين حسناته، يمتد أجرها إلى أمه رحمها الله، وأن يجعله حسنا من حسناتها وذخر لها. مدرسة صوليش ثاني من هذا المنبر ندعو لهم بالتوفيق والسداد، ولجميع أساتذة بلدنا الحبيب الجزائر، دمتم ذخرا للتلميذ والوطن. آمين آمين. مبارك الشيخ. يا رب مبارك الشيخ. السلام عليكم.